إطار برنامج هذا العام لاستقبال 900 طفل من أبناء جاليتنا الذي سطرته وزارة الشباب والرياضة. سوف يكون إن شاء الله برنامج يمتد على 12 يوم بكل يعني تفاصيله من السباحة والزيارات والنشاط. ابتداء من اليوم هو يستقبل الأبناء الجالية الجزائرية بالخارج في ظروف جد حسنة، وهذا بالتنسيق مع شرطة الحدود والجمارك، وهذا ابتداء من نقطة الوصول بتوفير 6 ممرات تلسكوبية خاصة لهم، رواق خاص للجالية الجزائرية بالخارج عند شبابيك الشرطة الحدود. جد سعداء أولا لقدومنا إلى بلدنا الجزائر وبرفقة 160 طفل جاءوا لقضاء عطلة صيفية في بلدهم، بلد هذا البلد العظيم. وكذلك احنا نحيي كل السلطات الجزائرية والحكومة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الالتفاتة. اليوم هم فرحانين، نشكروا بزاف الرئيس عمي تبون اللي عطانا هذه الفرصة باش نجيبوهم هنايا للجزائر. ميرسي او غوفرنمون، ميرسي على موسكي دو باري، ان شاء الله ربي يدومها بور لي زاني فيتور ان شاء الله. Ils sont agités, ils sont fiers d'être là et puis voilà, ils sont pressés de découvrir l'Algérie ان شاء الله. ايا جينا هنايا نبروفيتو ان شاء الله، انا يسحق والدك نولي بروفيسيونيل ان شاء الله.